بعض النقاط كده في البداية إن شاء الله بالنسبة لفصل الدعامة والحركة. لو أنا سألت سؤال وقلت إن الخلية النباتية متى تكتسب الدعامة الفسيولوجية؟ نظرا لأن الخلية بتمتص الماء من الوسط، وذلك لأن الخلية بتحتوي على فجوة عصارية، تركيز المحلول في هذه الفجوة يكون أكبر من تركيز الوسط. بمعنى لو أن الخلية مثلا تركيز المحلول فيها يساوي 15%، فتركيز الوسط لابد أن يكون أقل من تركيز الخلية حتى تمتص الماء ويدخل الماء إلى الفجوة العصارية، فيزداد حجم الفجوة وتضغط على البروتوبلازم فيدفع الجدار إلى الخارج، فيحدث شد وانتفاخ في الخلية. هذا الأمر لا يحدث إلا في خلايا النبات، ولكن خلايا الحيوان ليس بها دعامة فسيولوجية، لأن خلية الحيوان ليس بها فجوة عصارية، وإن وجدت فهي صغيرة الحجم. أيضا يتطرق أو يعني إلى ذهننا سؤال في هذه النقطة، ما نوع الدعامة في السقان الخشبية؟ ساق خشبية بتبقى محاطة بطبقة القلف من مادة الفلين، وبالتالي تكون الدعامة في السقان الخشبية دعامة تركيبية لوجود الفلين. لكن الدعامة الأساسية في السقان العشبية والأوراق الخضراء تبقى دعامة فسيولوجية، لأنها لو فقدت الماء وبالتالي فإنها تذبل، وقد يؤدي ذلك إلى موت النبات. الدعامة في الإنسان تشمل الهيكل العظمي والغضاريف. لو سألنا سؤال صغير قلنا ما عدد العظام المنفصلة في العمود الفقري؟ إحنا عندنا طبعا فقرات ملتحمة في العمود الفقري، والفقرات العجوزية والفقرات العصعصية، ومن ثم تعد الفقرات العجوزية بعظمة واحدة وكذلك العصعصية، فيكون عدد العظام المنفصلة في العمود الفقري يساوي 26، اللي هي 7 + 12 + 5 كده 24، والعجوزية تعد بعظمة واحدة والعصعصية بعظمة، يبقى 26 عدد العظام المنفصلة.